وهذا الكلام سيدنا النبي بيقوله لزوجة بيحبها جدا. لما عمرو بن العاص جه منتصر يقول له يا رسول الله جاي منتصر من جيش، سيدنا عمرو بن العاص حاجة جميلة جدا، ودخل بدلال النصر على النبي جوه قدام الرجال، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الله طب ده سيدنا ده أنا جاي منتصر حتى جبر خاطر كده، أنا هنجملك في الدين. قال عائشة. قال لا أنا أقصد الرجال. قال أبوها. دي الحب بقى الرومانسية عاملة إزاي؟ هي دي الحياة الزوجية. أنا عايزكم تقروا الآية دي معايا ونتعلمها مع بعض. ومن آياته، يبقى الزواج إيه؟ لما نيجي نكتب عقد القران في الأفراح قولوا للناس تطفي التسجيل شوي، وطي صوتك يا ابني عشان تسمع ربنا بيتكلم، عشان نبدأ حياتنا بكلام ربنا، هو ده اللي خارب البيوت. ومن شوف بقى احنا بنيجي نتجوز جهزنا الدي جي وجهزنا المزيكا وجهزنا فساتين الفرح وجهزنا التلاجة وجهزنا البوتاجاز واهل العريس واهل العروسه ما شاء الله يا عيني المكفيين عشان يجيبوا الايه الراجل السلف من كل ناحيه، ابو العريس وابو العروسه لما عبال لما جه اليوم اللي هو اليوم الموعود، وبعدين نسينا اهم حاجه، نسينا نقعدهم مع بعض ونعلم الزوج ايه واجبات زوجته عليه، ونعلم الزوجه كيف تحترم وتصون عرض جوزها. سبناهم بقى كده يلا خلاص جبنا التلاجات، خدوا التلاجات والهدوم ويلا وروحوا اقفلوا باب، يومين هاتوا ابو العريس هاتوا ام العروس الحقوا يا اولاد بيموتوا بعض، انا عايز اتطلق ليه؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه؟ من انفسكم، يعني اللي انت بتكتب عليها دي حته منك، بقت حته منك، بقت هذا العقد الذي عقدته بين الناس، رب الناس جعلكم انتوا الاثنين ذات واحده، من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى الزواج ايه؟ يعني ايه سكن؟ يعني احتواء، يعني احتواء، يعني هو جاي تعبان اتحمل، هي اتحمل، هي مش متحمل اتحمل انت، علشان هذا ميثاق رباني، هذه ايه من ايات الله، هذه سنة كونية من سنن الله، هي مش عملية بيولوجية وجسمانية وشهوانية وخلاص، وإلا يبقى زواج على مذهب البهائم.